سمير جبران من تريو جبران. يا احنا عائلة مجنونة جايين من فلسطين، من شمال فلسطين، عائلة مجنونة بالموسيقى طبعا، يعني الوالد صانع آلات، الوالدة منشدة موشحات، فما كان رح ينفع اطلع لعيب فوتبول مثلا او لعيب بوكس. طلعنا موسيقيين انا واخوتي الثلاثة، ثلاثة منعزف على العود لانه الوالد ثلاث اجيال في صناعة العواد. واو، محمود درويش، محمود درويش شكل لي الهوية الثقافية بكاملها، هو معنى المعنى. محمود درويش اسم الأرض الآخر لفلسطين. قدمت معه تقريبا 34 أمسية في جميع أنحاء العالم. تكويني الفلسفي الثقافي الإبداعي الموسيقي هو من محمود درويش. شو بحن؟ أكيد إذا كنت أحكي عن درويش هلا بحن لدرويش جدا، بحن للجلسات اللي كنا نحكي فيها مش ثقافي ولا شعر ولا موسيقى ولا أي شيء، لأنه صفة الصداقة اللي كانت بيناتنا كانت جميلة جدا. كنا نحب نضحك أكتر شيء. محمود فيه صفة كتير جميلة ما بحب النكد. هلأ بحن كتير لفلسطين، يعني يمكن إلي شهرين مش نازل فلسطين، بالذات بهاي الفترة. إذا بحن لشي بهاي الفترة هي ريحة الفل، الفل المكبس عندي في البستان ما لحقت هاي السنة أشمه، ولا المشمش المستكاوي. الحنان للبساطة، فلسطين متواضعة بكل شيء مع إنها تشع على البعيد وتحرق من بداخلها ولكنها متواضعة. نصيحة لبناتي، يعيشوا الحياة بتردداتها. اللي بيعيش هيك فلات وما بخاف يبقى ما عنده أمان، واللي ما بيبرد ما بحس بالدفء. مجبورين نقنع أطفالنا إنه هاي هي الحياة، عشان نشوف الأبيض لازم نشوف الأسود، عشان نشوف النجمة لازم نشوف الكحل. دعودنا على هاي الفكرة.